السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة بقى في المرحلة الثانية من المراجعة، وهي حل المحافظات. المرحلة الأولى حلينا الأسئلة الهامة على الوحدات اللي هي الخمس وحدات من كرة المعاصر بالكامل. المرحلة اللي بعدها حلينا النماذج، قلنا في نموذجين جبر وفي نموذجين حساب مثلثات وهندسة اللي هم خاصين بالكتاب المدرسي وحليناهم بالكامل، هتلاقوهم موجودين في قوائم التشغيل. وجه الدور النهارده بإذن الله على حل المحافظات بقى المهمة جدا جدا اللي هي كانت السنة اللي فاتت، اللي هي 2020، يعني 2020 احنا في 2021، هم امتحنوا السنة اللي فاتت الترم الأول بيسمى ترم 2020. فبإذن الله هنبتدي نحل كل يوم كده، هنحاول على قد ما نقدر نحل محافظة جبر ومحافظة هندسة عشان يبقى في توازن بين الاتنين بإذن الله. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس باذن الله. باذن الله هتلاقي على القناه حل تمارين المنهج بالكامل، شرح تفصيلي جدا جدا. تعال يلا نبتدي ونحل السؤال الاول. السؤال الاول بيقول لي اذا كان ا زائد 3 وب ناقص 2 بيساوي سالب 2 و4، فان ا زائد الباء بيساوي كام؟ هبدا انا افكرك بالمنهج واقول لك ان ده الدرس الاول اللي هو تساوي زوجين مرتبين، اول درس خالص اللي هو حصل الضرب الديكارتي. كنا بنقول المسقط الأول اللي هو أ زائد 3 بيساوي المسقط الأول هنا اللي هو سالب 2. هبدأ أنقل التلاتة الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى الألف هيساوي سالب 3 وسالب 2 اللي هي سالب 5. يبقى أنا كده عرفت إن الألف بسالب 5. بعد كده المسقط التاني اللي هو ب ناقص الواحد هيساوي المسقط التاني هنا اللي هو 4. هبدأ أنقل السالب 1، يبقى دي كأنها زائد 1، يعني ب بتساوي 4 زائد 1 يبقى 5. لو جيت جمعت الألف زائد باء اللي هو سالب 5 زائد الخمسة أكيد هيديني صفر، يبقى الاختيار الصح رقم ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان س ناقص الص بيساوي الخمسة، هو عايز مني 6 س ناقص 6 ص، دول كده معادلتين من الدرجة الأولى، أول درس في الترم الثاني هتبدأ تحلهم على فكرة إن شاء الله، تمام. طيب إحنا الوقت لسه ما خدناهوش، فهنحل بطريقتنا عادي جدا، ده من التراكمي أصلا. ده كنا بنقوله في اولى اعدادي ايه؟ شوف السين حصل لها ايه؟ السين هنا اتضربت في 6، تمام؟ طب الصاد برضه اتضربت في 6، لان دي كانت 6 س بقت 6 س، دي كانت سالب صاد بتاخدها بالاشاره بقت سالب 6 ص. طالما ده اتضرب في 6 وده برضه اتضرب في 6، يبقى الخمسة 5 اتضرب في 6 يبقى 5 في 6 ب 30، ويبقى بالنسبه لي الاختيار الصح رقم ايه؟ رقم الف. مفهوم؟ مفهوم. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت س و3 و4 و6 كميات متنازله، فإن س بيساوي كام؟ أسهل حاجة، كنا بنقول الأول على الأول اللي هو س على 3 بيساوي الثالث على الرابع، يبقى 4 على 6. هضرب مقص يبقى س بتساوي العددين اللي قصاد بعض اللي هما 3 في 4 على العدد اللي الواحد اللي هو 6، على 3 فاعل 1، على 3 فاعل 2، على 2 فاعل 1، على 2 فاعل 2، أو 3 في 4 ب 12، 12 على 6 فاعل 2، يبقى قيمة الس بتساوي 2 اللي هو الاختيار رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لي المجموعة 3 اتحاد، خلي بالك بقى كلام فترات من تالتة اعدادي، ده برضه من الأسئلة التراكمية. زي ما قلت لك أفكرك كده بإذن الله بالحل. طالما المجموعة 3 دخلت هنا والتلاتة ما كانتش موجودة فبقت موجودة، معنى إن هي بقت موجودة يعني الفترة دي القوس بتاعها بتغير، بدل ما هو مفتوح يبقى مقفول، يبقى هي عبارة عن الفترة المغلقة من 3 ل 5 اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم د. السؤال اللي بعده بيقول لي الجذر التربيعي الموجب لمتوسطات مربعات انحرافات القيم عن وسطها الحسابي، في ناس طبعا حافظاها اللي هو الانحراف المعياري، لان الانحراف المعياري اللي هو السيجما كان بيساوي مجموع الس ناقص الس بار الكل تربيع، هو ده بالنسبه لي مجموع المتوسطات على عددهم اللي هو نون انحرافات القيم عن وسطها الحسابي اللي هو بالنسبه لي سيجما، تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان س تربيع بيساوي 25، وخلي بالك ان س قال لك بتنتمي لص، خلي بالك الشرط ده بيلعب فيه من امتحانات كتير جدا جدا. ازاي؟ هو قال لي س بتنتمي لص، انا عارف ان ص فيها موجب وفيها سالب، فانا هنا هاجي احط الجذر عشان اخلص من الاس، فالجذر هيشيل مع ده يفضل لي س. طالما تحت الجذر رمز يبقى دي موجب او سالب، وجذر 25 يبقى 5، يبقى الاجابه بتاعتي موجب او سالب 5 اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم ج. طب افرض يا باشمهندس كان قال لي ان س بتنتمي لصاد الموجبه، فانا هاخد الخمسه بس. طب صاد السالبه برضو هاخد السالب 5، طب حاء الموجبه هاخد الخمسه بس. خلي بالك لازم تركز في المعلومه دي لانها مهمه جدا جدا.
كده خلصنا سؤال اختر. على فكرة ده بقى نظام الامتحان اتعود عليه، ويسمح باستخدام الآلة الحاسبة مكتوبة هي بالخط العريض، عشان زي ما بقول لك الناس اللي بتحفظ الزوايا المثلثية مش لازم تحفظها، هي موجودة على الآلة الحاسبة. تمام، تعالى يلا نشوف مجموعة الأسئلة اللي بعد كده. رقم 2 يا باشمهندس بيقول لي إذا كانت س عبارة عن المجموعة 2 وص عبارة عن المجموعة 3 و4 في 5 فإن في س في ص. ده كده بيبدأ يكلمني برضو عن أول درس اللي هو حاصل الضرب الديكارتي، وزي ما قلنا حاصل الضرب الديكارتي لازم يجي لك عليه سؤال في الامتحان. انت بتقول لي هنا انا عايز منك س في ص، فانا هكتب المجموعه س اللي هي عباره عن المجموعه 2 في ص اللي هي المجموعه 3 و4 و5. وقلنا في حاصل الضرب الديكارتي احنا ما بنضربش ارقام، احنا بنوزع، يبقى اقول له يساوي واعمل قوس مجموعه، بعد كده قوس زوج مرتب. هاخد الاثنين مع الثلاثة يبقى 2 و3، بعد كده الاثنين مع الأربعة، بعد كده الاثنين مع الخمسة. يبقى انا كده بالنسبة لي يا باشمهندس كده ضربته. تمام، بعد كده بيقول لي نون ص تربيع. قلت لك اول ما يقول لك نون يعني عد ص تربيع، تشوف الصاد فيها كم واحد، واحد اتنين تلاتة، يبقى فيها تلات عناصر، بتكتب التلاتة وزي ما الصاد هنا تعمل دي صاد اس اتنين، يبقى دي تلاتة اس اتنين، يبقى بيساوي تسعة، يبقى عدد العناصر بيساوي تسعة. بعد كده بيقول لي انا عايز منك السين تربيع. السين تربيع دي اللي هي عبارة عن سين في سين. طب هي السين عبارة عن المجموعة اتنين في سين برضو اللي هي عبارة عن المجموعة اتنين، يبقى افتح قوس مجموعة لازم، وبعد كده زوج مرتب، اخد الاتنين مع الاتنين يبقى اتنين واتنين، اقفل القوس واقفل دي، يبقى انا كده جبت له السين تربيع بكل سهولة. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اذا كان الف على باء بيساوي تلاتة على خمسة. اول ما يقول لك ان الف على باء او اي رمز بيساوي عدد على عدد، وتلاقي المقدار اللي هو طالبه لك فيه رموز، يبقى احنا هنا هنضرب في ثابت التناسب اللي هو ميم على ميم. ما هي ميم على ميم اللي هي واحد، يبقى انا كده ما قصرتش. يبقى الالف عبارة عن البسط في ميم يبقى تلاتة ميم، والباء هتبقى عبارة عن الخمسة في الميم اللي هي خمسة ميم. هبدأ اشيل اي الف واحط مكانها تلاتة ميم، يبقى دي عبارة عن سبعة في تلاتة ميم، ما هي سبعة الف زائد تسعة في باء اللي هي تسعة في خمسة ميم، على 4000 اللي هي 4 في 3 ميم، زائد 2 باء اللي هي 2 في 5 ميم، وابدأ اجمع. 7 في 3 يبقى 21 ميم، زائد 9 في 5 يبقى 45 ميم، على 4 في 3 ميم يبقى 12 ميم، زائد 2 في 5 يبقى 10 ميم. هجمع برضو البسط، 1 و 5 يبقى 6، 2 و 4 6 يبقى 66 ميم، على 12 و 10 يبقى 22 ميم، الميم هتروح مع الميم. 66 على 22 فيها كام؟ فيها التلاتة. يبقى انا بالنسبة لي كده يا باشمهندس النسبة بتاعتي بتساوي كام؟ بتساوي تلاتة، ويبقى انا كده خلصت مسألتي. كده خلصنا السؤال طبعا التاني ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت ص بتتغير عكسيا مع واحد على س، يا باشمهندس عرفت منين اللي بتتغير على عكسيا؟ قلنا طالما الص فوق والس تحت، أو العكس الس فوق والص فوق، يعني واحدة تحت وواحدة فوق الاتنين مش في نفس المستوى، يبقى ده تغير عكسي. طب إيه هي علاقة التغير العكسي؟ قلنا بنضربهم في بعض، يعني س في ص بيساوي ميم، يعني حاصل ضرب المتغيرين بيساوي ميم. تمام، فبيقول لي انا عايز منك العلاقه ما بين س وص. بيقول لك كانت ص بتساوي 3 لما س بتساوي 2، فانا هشيل الس واحط 2 واشيل الص واحط 3، وكل ده بيساوي ميم. يبقى انا بالنسبه لي ان الميم بتساوي 2 في 3 ب 6، يبقى العلاقه بتاعتي ان س في ص بتساوي 6، يبقى هي دي كده يا باشمهندس العلاقه اللي هو عايزها. بيقول لي قيمه ص لما س ب 1.5، شيل الس وحط 1.5، يبقى 1.5 في ص بيساوي 6، اقسم على الواحد ونص، يبقى الصاب بتساوي 6 على 1.5 اللي هي فيها الأربعة، يبقى قيمة الصاب بتساوي 4، ويبقى انت كده مسألتك خلصت. ده برضه سؤال سهل وبسيط جدا جدا. السؤال التاني يا باشمهندس بيقول لي إذا كانت س بتساوي كذا وصاب بتساوي كذا. ده الدرس التاني اللي هو العلاقات في الدوال، وزي ما اتفقنا برضه بيجي عليه سؤال، وده درس التغير الطردي والعكسي، وده درس النسبة والتناسب الدرس الأول، فأنا بفهمك برضه الدروس اللي عليك عشان تبقى عارف. بيقول لي وكانت عين علاقة من س إلى ص، ألف علاقة باء تعني إيه؟ ألف زائد باء بيساوي سبعة، يبقى العلاقة بتاعتك لما تاخد عنصر من السين تجمعه مع عنصر مع الصاد يطلع الناتج سبعة. فأنا هبدأ هنا يا باشمهندس وأقول له بيان العلاقة بيساوي، وأفتح قوس مجموعة بعد كده زوج مرتب. الواحد هي الواحد مع كام تديك سبعة؟ أكيد الستة، هل الستة موجودة في الصاد؟ تمام، يبقى واحد وستة.
اللي بعده التلاتة، هي تلاتة وكام تديك سبعة؟ أربعة يا باشمهندس. هل الأربعة موجودة في الصواب تاخدها؟ طب لو مش موجودة ما تاخدهاش. و الأربعة مع الكام تديك سبعة؟ التلاتة يا باشمهندس، يبقى أربعة وتلاتة. بعد كده الخمسة وكام تديك سبعة؟ خمسة واتنين يا باشمهندس، وموجودة برضه، يبقى هو ده كده بيان العلاقة. تمام، بيقول لك اكتب بيان العلاقة ومثلها بمخطط سهم. تمام، أدي المخطط السهمي، كنا بنعمل عمودين، عمود لسين وعمود لصاد. السين اللي هي عبارة عن واحد وتلاتة وأربعة وخمسة، والصاد اللي هي اتنين وتلاتة وأربعة وخمسة وستة. طيب بيان العلاقة، تمام، أنا كده بالنسبة لي خدت الواحد مع الست، الواحد مع الست، والتلاتة مع الأربعة أهو، والأربعة مع التلاتة، والخمسة مع الاتنين، يبقى أنا كده عملت له المخطط السهمي. بيقول لي هل العين دالة أم لا مع ذكر السبب؟ أقول له دالة. ليه يا باشمهندس؟ لأن كل عنصر من س، بكتب له كده، لأن كل عنصر من س ارتبط بعنصر واحد من ص، اهي دي معنى كلمة إن س خرج منها سهم واحد، بكتب إن كل عنصر من س ارتبط بعنصر واحد من ص، ويبقى كده بالنسبة لي العلاقة إيه؟ دالة يا باشمهندس. خلاص؟ ده برضه سؤال سهل وبسيط جدا، الامتحانات على فكرة تبقى خفيفة جدا، ما تقلقش بإذن الله. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. بعد كده يا باشمهندس رقم أربعة بيقول لي إيه؟ فيما يلي توزيع تكراري بين أعمار 10 أطفال. خلي بالك ده كده بالنسبة لي سؤال الإحصاء، بعرفه إزاي؟ ده جدول تكراري بسيط. تمام، العمر بالسنوات قلنا اللي هو السين، وعدد الأطفال اللي هو بنعبره عن كاف اللي هو التكرار. تمام، بعمل إيه يا باشمهندس؟ ببدأ أقسم الجدول بتاعي، وافتكر معايا كده كان بيبقى عبارة عن إيه؟ سين، وبعد كده السين في كاف، صح؟ بعد كده الكاف، معذرة، بعد كده السين في الكاف، تضربهم في بعض، بعد كده السين ناقص السين بار اللي هو الوسط، بعد كده سين ناقص السين بار الكل تربيع، بعد كده سين ناقص السين بار الكل تربيع مضروبة في الكاف. كم خانة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست خانات. السين بحط فيها القيم اللي هي هنا، اللي هي خمسة وتمانية وتسعة وعشرة واتناشر. الكاف اللي هي القيم اللي هنا، يبقى واحد واتنين وتلاتة كمان تلاتة وواحد، بجيب مجموعهم، هو كده كده عطلي مجموعهم بيساوي عشرة. بعد كده بضرب ده في ده، يبقى خمسة في واحد بخمسة، تمانية في اتنين بستاشر، بعد كده تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين، عشرة في تلاتة يبقى تلاتين، بعد كده اتناشر في واحد يبقى باتناشر. وبعدين هجمع الكلام ده يا باشمهندس، يبقى خمسة وستاشر وسبعة وعشرين وتلاتين واتناشر، تطلع معايا تسعين، يبقى ده مجموعة تسعين. هبدأ أجيب السين بار اللي هو مجموع السين في الكاف على مجموع الكاف. مجموع السين في الكاف اللي هو العدد ده، يبقى تسعين على عشرة بيساوي تسعة، يبقى أنا عرفت إن السين بار دي بتسعة. هبدأ بقى أقول خمسة ناقص تسعة اللي هي س ناقص السين بار، يبقى سالب أربعة، تمانية ناقص تسعة سالب واحد، تسعة ناقص تسعة صفر، عشرة ناقص تسعة واحد، اتناشر ناقص تسعة تلاتة. بعد كده هربع ده، سالب أربعة تربيع بستاشر، سالب واحد تربيع بواحد، الصفر تربيع بصفر، واحد تربيع بواحد، تلاتة تربيع بتسعة. بعد كده هضرب ده في الكاف بتاعته، يبقى ستاشر في واحد بستاشر، واحد في اتنين باتنين، صفر في تلاتة بصفر، واحد في تلاتة بتلاتة، تسعة في واحد بتسعة، وببدأ أجمع الكلام ده، تلاتة وتسعة اتناشر، اتناشر واتنين اربعتاشر، اربعتاشر وستاشر، يبقى بالنسبة لي كام يا باشمهندس؟ يبقى تلاتين. يبقى أنا كده جبت المجموع، هبدأ أجيب له السيجما بيساوي جذر مجموع السين ناقص السين بار في الكاف على مجموع الكاف بتاعتك، يبقى هتساوي جذر المجموع هنا اللي هو تلاتين، ومجموع الكاف اللي هو عشرة، يبقى هكتب على الآلة جذر تلاتين على عشرة اللي هي جذر تلاتة، واضغط اس دي، يبقى واحد وتلاتة وسبعين من مية، يبقى واحد وتلاتة وسبعين من مية. يبقى أنا كده جبت الوسط وجبت الانحراف، وهنا عايز الانحراف المعياري، يبقى طلع معايا بواحد وتلاتة وسبعين من مية. تقدر تتأكد بالآلة الحاسبة زي ما أنا علمتك في فيديوهات الإحصاء، ارجع لفيديوهات الإحصاء هتلاقيني شارح لك إزاي بتحلها بالآلة الحاسبة. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي مثل بيانيا الدالة التربيعية دي في الفترة من سالب أربعة لاتنين. دي قلنا برضو كنا بنعمل جدول عبارة عن س وص، وبحط الفترة، يبقى سالب أربعة سالب تلاتة سالب اتنين
سالب واحد بعد كده صفر بعد كده واحد بعد كده اتنين. بعد كده مش مهندس ممكن تعوض وتجيب، بس انت ممكن تغلط، بس زي ما علمتك بالآلة اسهل. هتخش على مود وبعد كده تضغط 7 اللي هو تيبل، بعد كده تكتب الدالة بتاعتك اللي هي سين تربيع، وده برضو علمتها لك، اكس وبعد كده تربيع زائد 2 مضروبة في الاكس اللي هي سين ناقص 4. عشان تعمل الاكس بتضغط زرار الالفا ده وبعد كده زرار اللي هو القوس المفتوح ده الفا، ودي تعمل لك اكس. كده انا كتبت المعادلة اللي هي اكس تربيع زائد 2 اكس ناقص 4 اللي هي سين تربيع زائد 2 سين ناقص 4، هي دي. واضغط يساوي. بيقول لي ابدأ منين؟ قول له ابدأ من السالب 4 اللي هو الطرف ده. طب بيقول لك بعد كده اضغط يساوي. بيقول لك الاند اللي هو انتهي فين؟ تقول له الاثنين. بعد كده يقول لك الخطوة كام؟ تقول له واحد وتضغط يساوي. هيبدأ يعمل لك جدول كده تنقل القيم دي. لما كانت سالب 4 طلعت 4، اللي بعدها سالب 1، اللي بعدها سالب 4، اللي بعدها سالب 5، اللي بعدها سالب 4، اللي بعدها سالب 1، واخر حاجة ب 4. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت القيم ووفرت وقت كبير جدا جدا. هبدأ بقى اقسم الشبكة بتاعتي كده. طبعا هنا هقسمها 1 2 3 4 5، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5، هنا 1 2 3 3 4 5، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. ابدا احط النقط بتاعتي هنا، سالب 4 و4 سالب 4 و4 هنا كده، بعد كده سالب 3 وسالب 1 سالب 3 وسالب 1 هنا، بعد كده سالب 2 وسالب 4 هنا، بعد كده سالب 1 وسالب 5 هنا، بعد كده 0 وسالب 4 يبقى هنا، بعد كده 1 وسالب 1 يبقى هنا كده، بعد كده 2 و4 يبقى هنا. هبدأ أوصل النقط دي ببعض كده. يبقى هو ده كده منحنى الدالة بتاعتي. حلو قوي يا باشمهندس. طيب نقطة رأس المنحنى هي النقطة دي اللي هي اسمها ايه؟ سالب 1 وسالب 5، لأن دي المنحنى متماثل عنها. يبقى هو هنا إحداث نقطة رأس المنحنى يبقى بالنسبة لي سالب 1 وسالب 5. قلنا القيمة دي س ودي ص. الأول ده اللي هو معادلة محور التماثل، يبقى معادلة محور التماثل س بتساوي سالب 1. طب لو كان قال لي القيمة الصغرى وقلنا الصغرى عشان شكل المنحنى بتاعي 7، يبقى قيمة صغرى يبقى الصغرى بتساوي سالب 5، يبقى القيمة الصغرى بتساوي سالب 5، يبقى أنت كده حليت مسألتك. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي إذا كان باء وسطا متناسبا بين الألف والجيم، ده كده سؤال تناسب متسلسل عشان تبقى فاهم برضه. هبدأ يا باشمهندس أحط الباء وسط متناسب، كنا بنكتب الألف وبعد كده على الباء واللي انتهينا بيه نحطه، يبقى هنا باء وهنا الجيم، كده الباء وسط متناسب بينهم واقول له بيساوي ميم. بعد كده القريب اللي هو الباء بيساوي المقام بتاعه في الميم، يبقى جيم ميم. بعد كده البعيد اللي هو الف بيساوي الجيم برضه في الميم بس ازود عليها واحد، يبقى ميم تربيع. بيقول لي اثبت ان الف تربيع، فهشيل الالف واحط جيم ميم تربيع واحط هنا تربيع، زائد باء تربيع اللي هي جيم ميم وبعد كده احط تربيع على باء تربيع باء برضو اللي هي جيم ميم وبعد كده تربيع، زائد الجيم تربيع اللي هي بالنسبة لي الجيم طبعا ما بتتغيرش، يبقى جيم تربيع. هبدأ يا باشمهندس أفك ده كده، أشد شرط الكسر وأكتب جيم وميم. قلنا دي أساها 1، اضرب 1 في 2 ب 2، وهنا 2 في 2 ب 4 زي ما علمتك في الدرس، زائد حط هنا 1 وحط هنا أي حاجة مش عليها حاجة حط 1، اكتب الجيم والميم. 1 في 2 ب 2، 1 في 2 تاني ب 2، حلو. حط هنا 1 وهنا 1 يبقى دي جيم، يبقى 1 أس 2 ب 2 ودي ميم، 1 في 2 برضه ب 2 زائد جيم أس 2. بعد كده الخطوة اللي بعد كده يا باشمهندس بطلع العامل المشترك. هنا الجيم أس 2 متكررة أخدها، الميم متكررة باخد الميم الصغيرة اللي هي ميم أس 2. ببدأ أشوف بقى، أنا خدت الجيم أس 2 بشطب عليها كده، خدت ميم أس 2 من ميم أس 4، خدت 2 من الأربعة يبقى فاضل 2، زائد الجيم اس 2 خدتها فبشطب عليها، الميم اس 2 خدتها بشطب، طالما ده بقى فاضي يبقى زائد 1. هنا المكرر هو جيم اس 2 خدته اشطب عليه، خدت الميم لا فنزلها زي ما هي، زائد خدت الجيم اس 2 اشطب عليها طالما ده بقى فاضي يبقى 1، يبقى دي كده هتروح مع دي كده، و2
والجيم أس 2 هتروح مع الجيم أس 2، يبقى يفضل لي ميم أس 2. يبقى الطرف اليمين ده كله طلع معايا ميم أس 2. لازم الطرف الشمال، الطرف الشمال اللي هو الألف اللي هو جيم ميم أس 2 على الجيم، الجيم هتروح مع الجيم يبقى بتساوي ميم تربيع. يبقى كده أصبح إن الطرف اليمين بيساوي الطرف الشمال، يبقى إذا حصل لي التساوي. خلاص بس كده ومسألتك خلصت. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي إيه وركز معايا. بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س وراء س بتساوي س ناقص 2، أثبت أن دالة 2 بتساوي راء 2، يبقى أنت عوض هنا ب 2 وعوض في الراء هنا ب 2، تمام؟ يبقى دالة الاتنين، يبقى أنا أعوض في اللي اسمها دال، هشيل السين وأحط 2 يبقى 2، وما تنساش إن هي تربيع، ناقص 2 وأشيل السين وأحط 2 يبقى 2 في 2 هتساوي 2 أس 2 ب 4، ناقص 2 في 2 ب 4 يبقى 4 ناقص 4 بيساوي 0، يبقى الجنب ده بيساوي 0، يبقى لازم الجنب ده يساوي 0، يبقى أنا أكتب كده راء 2. يعني انا اعوض في اللي اسمها راء، اشيل السين واحط 2 يبقى 2 ناقص 2 بيساوي 0. طب ما طلعت فعلا دي بتساوي دي، تمام. بعد كده بيقول لي راء كاف بيساوي 7، فاوجد قيمه كاف. هو شال السين اللي في القوس دي وحط مين؟ حط كاف، فانا برضو هشيل السين واحط كاف، يبقى انا اشيل السين دي واحط كاف، يبقى كاف ناقص الاثنين. هو قلت لي ان قيمتها بتساوي 7، يبقى دي 7، وادي السالب 2 الناحيه الثانيه، يبقى الكاف بتساوي 2 زائد 7 اللي هي بتساوي 9. يبقى انا كده جبت قيمه الكاف بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي 9. بس كده. يبقى انت كده يا باشمهندس خلصت مسالتك والموضوع سهل جدا باذن الله. كده يا باشمهندس يبقى خلصنا محافظه القاهره اللي الناس بتقول عليها من اتقل المحافظات لو انت تابعت الشرح وحل التمارين. باذن الله الموضوع سهل وبسيط جدا جدا عليه. هو يبدا يجيب لك سؤالين تجاربهمي في سؤال اخطر، وبعد كده سؤال من كل درس، وزي ما انت شايف الاسئله تبقى اسهل بكتير جدا من اللي احنا حليناه في الامتحانات قبل كده. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدك يا باشمهندس. لو استفدت يا ريت تضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وزي ما اتفقت معاك باذن الله هعمل لك قائمه تشغيل اسمها حل نماذج ومحافظات كراسه المعاصر، عشان تبقى المحافظات كلها ورا بعضها بالترتيب باذن الله. اي محافظه تحتاجها تخش عليها في قائمه تشغيل تلاقيها على طول باذن الله. اتمنى ان اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. لو استفدت يا ريت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.